ايوه ايوه خير يا ابو ياسر؟ اطلعوا بره شقتي. الله 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 الله، مش عيب الدخله دي يا ابو ياسر؟ ايه ده العيب اللي انت قلته قبل كده؟ طب اديني يومين ان شاء الله وانا هصرف نفسي. ولا ساعه يا حبيبي. اروح بيهم فين يا ابو ياسر؟ ما يخصنيش يا عم. يا معلم حرام عليك، خلي في قلبك شويه رحمه. انتوا ايه عايزين صوتي يحلى ولا ايه؟ صدق بالله انت راجل ما عندك ريحه الرجوله. لم لسانك يا مره. مره مين يا راجل يا لحظه؟ مره مين يا راجل يا عره؟ اوعى يا عم انت. انا عره. ايه انت تنفخ نفسك؟ اوعى يا عم انت. عليا الطلاب ما انتوا بايتين فيها. عليا الطلاب بايتين فيها يا راجل يا عره يا ناقص. خلاص بس بس يا رجاله، صلوا على النبي وقولوا عليه الصلاه والسلام. انا هاخدهم ونمشي خلاص. في 60 داهيه. داهيه لما تاخدك يا ابو شقه، مالنا عفاريت؟ عفاريت؟ لا ما هو مش شايفه العفريت اللي قدامنا، ما من جنسهم. هتارك يا ابني، كنت عمال تبخر في الشقه يا عبد الله. ما عفريت الا بني ادم. اه بس 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 عبد الله، خلاص احنا هنمشي يا عبد الله. ده بيش تمام يا حاسم. معلش معلش طول بالك. بص خلاص يا ابو ياسر، احنا كلها ساعتين زمن، يلموا هدومهم ونمشي ونتكل على الله خالص. بسم الله. تعالوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. خش، انتوا مكسوفين ولا ايه؟ الف خطوه عزيزه. يا الشقه محندقه كده، انا عارف انها مش من مقامكم يعني يا ام عبد الله. لا يا ابني ما تقولش كده، كتر خير. والله نظيفه ما شاء الله. يا رب تعجبكم يا رب. خش خش يا نادية. خش يا فاديه. تعالى يا ناديه، تعالى ما تشيليش هم اي حاجه بره. تعالى تعالى يا عبد الله. الله الله الله. ايه يا عم الهوا ده؟ بص بقى معلم بقى. بسم الله ملوكي. ما شاء الله ما تحرمش منك يا حسن. والله ما عارف اقول لك ايه اللي انت بتعمله معانا. يا جدع انت تقول ايه في ايه؟ هو في بين الاخوات كده؟ الحمام كمان نضيف يا عم. انا حاسس ان احنا ضايقناكوا يا حسن. يا عم ضايقنانا ايه؟ وانت قاعد فوق دماغي يا عم. بقول لك الشقه بتاعت خالي، وخالي مسافر ومهاجر، يعني مش عايزين نبر بقى. والنبي عبد الله بقى لما تلاقيه طبب علينا ويقول لك عايز استقر في مصر. الصلاه على النبي، ده مش بعيد تلاقينا من جوه. حلوه. يا ام عبد الله ايه رايك؟ ما شاء الله يا ابني. قول لي هي الشقه دي ايجارها كام؟ والله يا ام عبد الله احنا في العادي بنطلعها ب 3000 دولار. نعم؟ بس ليه كنت 2750؟ يا اخوانا في ايه؟ مستهبل يا ابني، مستهبل. بهزر معاك يا ام عبد الله، اتخضيتي ولا ايه؟ خليها على الله. واللي سانده ربنا ما بيقعش، هو اللي هيحلها. انا عايزكم بقى تريحوا شويه كده وتقعدوا براحتكم يعني، واول ما تجهزوا بالليل تيجي تتعشوا معانا. امي واختي عامله لكم عشوه بشواتي. صرفت كتير انت يا ابو علي. حبيبي. دولارات وعشوات وكده. على الله يطمر فيك. خد يا عبد الله. ماشي يا حبيبي. الله يستر. تجيب لي الايجار بقى بالليل. ماشي يا ابو علي. ابن حلال. الله يستره. تسلم ايدك يا نورتي. تعالوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ياه الاكل في اللمه بيبقى له طعم تاني خالص. طبعا. يبقى طعمه ايه يا حسن؟ وانا ايش عرفنا، انا حافظها كده ولسه كاتبه حاجه. نورانا. تسلم يا بنتي. الله يخليك. اه انا بقى ست ام عبد الله، ما طلعتش في الدنيا دي غير بحسن ونواره. يا اختي بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم لك. لا وعبد الله ما يتخيرش عن حسن. والله يا اختي ما بنحس انه كانه واحد مننا. يا اختي ما هو برضه ابني. اه والله. يا خالتي في انت بتاكليش ليه؟ لا طبيخي مش عاجبك. اه ده زي السكر. طب وريني يلا. هو انت خريجه ايه يا نوار؟ انا معايا دبلوم تجميل. نوارة بتشتغل كوافيره. والله؟ طب كويس يا نواره، بقعد معاكي بقى عشان عايزاكي في حاجه كده. يا سلام بس كده عينيا. سلام. عايزاه فين؟ الله مالك يا عبد الله؟ الله ايه يا حسن، ما تقوله حاجه. ايه يا عبد الله في ايه يا عبد الله؟ دي حاجات حريم مع بعض. قال بجد كنت عايزاه في ايه؟ كل كل فراخ حلوه قوي. طب خلينا. وانت اللي عامله الطبيب ده؟ اه والله كل دقت المحشي. المحشي ده انت اللي عامله؟ ايوه. بس في حاجات غريبه جوه كده يعني. برغل. ايه مش عارف حد عاملاه في ايه البرغل ده؟ عاملينه معانا ده يا اختي عمره ما يتنسي ابدا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ما يجيش في جدعانه عبد الله. معجبك برضه. طبعا. انت لو ما شيلتكوش الارض نشيلكوا فوق راسنا. البيت نور والله. يا بنت طفستي كده ليه؟ طفستي كده ليه؟ ايه اجيب مكنه اللانشون وامشي؟ حلو عبد الله. طب اخبار الشاي ايه بقى؟ ايوه صح، احنا كلنا محتاجين شاي. شايكوا ايه؟ شاي عادي مظبوط. انا بعرف ان عليك ايه يا عبد الله.
معلقة واحدة. هاتي من ده على ده بقى. حاضر. أحمر بالنعناع. أحمر بالنعناع. حلو أحمر بالنعناع.